أكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة حرص مملكة البحرين على استضافة المؤتمرات الصحية الكبرى بما يدعم مواصلة ارتقاء القطاع الصحي في مملكة البحرين، موضحا معالي أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى تحسين جودة الرعاية الصحية واستقطاب أحدث التقنيات والخبرات العالمية تعزيزا لمكانة المملكة كمركز إقليمي للرعاية الصحية والتنمية المستدامة. جاء ذلك بمناسبة انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر المنامة هيلث في دورته الثالثة، والذي يعد من أبرز الأحداث الصحية في المنطقة، يهدف إلى دعم الشراكات بين الشركات البحرينية والإقليمية والدولية في مجالات الصناعات الطبية والتكنولوجيا الصحية، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار في القطاع الصحي. في كلمته خلال الافتتاح قال معاليه إن مؤتمر ومعرض المنامة هيلث يمثل منصة استراتيجية لمناقشة وبحث تطوير النظام الصحي، بما في ذلك استعداد مملكة البحرين لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بحلول عام 2025، لافتا إلى أن هذا الحدث يعكس حرص مملكة البحرين واهتمامها بدعم الابتكار واستدامة الرعاية الصحية. من جهتها أكدت سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة أن تنظيم هذا المؤتمر يعكس حرص مملكة البحرين على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصا الهدف الثالث المتعلق بضمان حياة صحية للجميع وتعزيز الرفاه، كما يعكس بدعم القطاع الصحي وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتطوير والابتكار في الرعاية الصحية. من جانبها أشارت سعادة الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية ورئيسة المؤتمر إلى أن هذا المؤتمر يشهد هذا العام جلسات نقاشية وورش عمل علمية تغطي تخصصات متعددة مثل الأشعة والأورام والمختبرات والطوارئ والتكنولوجيا الصحية، إلى جانب إطلاق مبادرة مبتكرة في مجال المستشفيات الذكية والأجهزة الطبية الحديثة. هذا ويشارك في هذا المعرض والمؤتمر على مدى 3 أيام حوالي 100 شركة عارضة وحضور يفوق 5000 زائر من الخبراء والمتخصصين والمستثمرين في القطاع الصحي من مختلف دول العالم. هذا المؤتمر اليوم جيد وحضوره يعني جيد وكثيف وممثل فيه المملكة العربية السعودية بثقل، وإن شاء الله يعني يستمر هذا المؤتمر في الاستمرار سنة بعد سنة ويكون أحسن كل مرة، ودعايك جيدة للبحرين، وبعدين يعني في معرفة بتطورات الأدوية وتطورات الأجهزة الطبية وبالتباحث والتفاهم بين المشاركين، دائما يكون في إفادة وتنسيق أكثر وتفاهم أكثر. مؤتمر منامة هيلث في نسخته الثالثة يأتي لدعم الجهود الوطنية وتطوير القطاع الصحي، حيث يشارك فيه العديد من الخبرات العالمية والإقليمية، بالإضافة للخبرات الوطنية تعقد فيه العديد من الورش التي تساهم في صقل المهارات ودعم الخبرات الوطنية وأيضا الإقليمية. يتم عرض العديد من الأوراق والبحوث فيما يتعلق في برامج الجينوم والاقتصاديات الصحية وغيرها من الفروع التخصصية في المجالات الطبية. طبعا احنا سعيدين ان تعقد الدورة الثالثة لمؤتمر المنامة هيلث في مملكة البحرين، واللي اصبح علامة مميزة على قائمة المؤتمرات في المنطقة. هذه السنة راح يكون شعارنا هو استدامة وتمكين الخدمات الصحية، وراح نركز على كيف أنه ممكن ندعم القطاعات الصحية حتى يكون عندها استمرارية في التقديم وبجودة. نشارك احنا في مجلس الصحة لدول مجلس العام الخليجي في المنامة هيلث اليوم في اتفاقية لتوقيع اتفاقية مع شركة إيبت، وهي شركة بحرينية لعمل برنامج إلكتروني تعاون للتسجيل المركزي للأدوية والأجهزة الطبية والبيطرية. توقيعنا ومشاركتنا في هذا المنامة هيلث يأتي للمرة الثانية، ونحن نسعد في مشاركة في جميع دول الخليج مثل هذه المحافل التي تعزز العمل الخليجي المشترك في القطاع الصحي ويعكس مدى تطور القطاع الصحي في دول مجلس التعاون الخليجي.